فطبعا الله يكون في عون مدير الفنيين. اكيد انا بقول لك الفاول اللي انت جبته ده حاجه ما بتتكررش كتير في الكوره. عشان كده الكابتن عمرو استحاله يكون قايل لهم كده، استحاله يكون قايل لهم اقفوا على الحيطه، استحاله، او على الحيطه بتاعه الفاول. مدلول الانذارات الكتير لاعبي طنطا، وفي النهايه طرد حصل لاحمد علي، ده يدل على ان انا لا اللعيبه مش في تركيز خالص. ويدل كمان على ان الحكم من رجاله المباراه. يعني لو في اتنين انا هدي الحكم ده رجل مباراه بصراحه. حكم شخصيه كويسه جدا، حكم ما اخطاش في ولا قرار، انت وده متخيل؟ كارت احمر لاسامه ليلى مدرب حراس مرمى نادي طنطا، السجال بره جوه. يعني محمد طه النهارده كان يعني لا كان فوق الممتاز. انا شايف ان هو فوق الممتاز بالرغم الاحداث والضغط، وانت عارف كابتن عبد الباقي عارف وضغط كتير قوي على الحكم، لكن هو بصراحه ادار المباراه على احسن ما يكون، وادى لكل واحد حقه، والفاولات مستحقه والانذارات مستحقه والطرد مستحق. بس يأكد على توتر او عدم تركيز لاعبي طنطا تحديدا. طبعا طبعا اللي التزمت، انت شفت طنطا كانت ملتزمه تكتيكيا، ودجله كانت ملتزمه تكتيكيا، مع التعب ومع ضغط اللعيب المصري بيفك. دي المشكله اللي احنا بنقابلها كلنا كمدربين كوره، انت ما بتحافظش على الالتزام التكتيكي بتاعك، بالذات طنطا في الشوط الثاني. وانت قلت على فكره، انت قلت واحنا فوق، هل طنطا هيقدر يحافظ على اللياقه البدنيه بتاعته او الحاله البدنيه بتاعته الشوط الثاني؟ وانا قلت لك ايه ده، احنا بنرحل حتى خطوط ما بنرحلش لعيبه، لكن اثر فعلا، انت كنت صح.